هنروح لتفصيل أخبارنا، وأول خبر معانا النهاردة من كرة اليد. مجلس إدارة نادي الطيران أخذ قرار بتخفيض عقود أفراد الجهاز الفني لكرة اليد طبعا في نادي الطيران بنسبة 50%، وده هيكون لشهري مارس وإبريل، وأيضا خصم مستحقات شهر مايو بالكامل وإنهاء العقود اللي هي أصلا كانت هتنتهي تلقائي بنهاية الشهر المقبل، وده في حالة إن الموسم كان مستمر زي ما هو بدون توقف أو أي إجراءات استثنائية. يمكن مجلس إدارة النادي عمل اجتماع مع المدير الفني للفريق وبلغوا إن في قرار هيصدر وهيتضمن تخفيض عقود الجهاز الفني عن شهري مارس وإبريل وخصم مستحقات مايو بالكامل. أكيد كان في ردود أفعال للمدرب اللي قال إن القرار مرفوض بسبب إن مفيش سند قانوني لده، وإن كل أفراد الجهاز الفني ملهمش أي مصدر دخل تاني وعندهم التزامات. حسب معلوماتنا عقود الجهاز الفني ممتدة لشهر مايو المقبل، وبتلزم المدربين بعدم العمل أيضا في أي مكان تاني، يعني المدرب ما يقدرش في حالة إنهاء تعاقده إن هو يروح يدرب أي فريق تاني. أكيد عند